بعد التوقيع على الاتفاقيات مع الامارات ومع البحرين ومع المغرب، مصر تشعر بان هناك فرصه لتطوير العلاقات مع اسرائيل الى مستوى لم نعهده من قبل ولم يكن مريحا للقاده المصريين. الاتفاقيات مع مصر تم توقيعها عام 1979 والرحلات بدات في العام 1982، وكما قلت كل شيء كان في إطار هذه الشركة سيناء للطيران التي كانت تسافر فقط إلى تل أبيب. والآن بعد الدفء في العلاقة في العلاقات في المنطقة، مصر ترى هنا فرصة لتطوير العلاقات مع إسرائيل وإبرازها.